هل برنامج هارب الأمريكي له علاقة بافتعال الزلازل؟ في الحقيقة بعد زلزال تركيا وسوريا ومن ثم المغرب على صوت من يؤمنون بنظرية المؤامرة الذين يرون أن كل شيء مخطط له مسبقاً، فبرأيهم أن هذه الزلازل أسبابها لم تكن طبيعية وإنما حدثت بفعل فاعل، واتهامهم كان موجهاً نحو مشروع هارب الأمريكي الذين زعموا أنه السبب فيما يحدث. فعلى ماذا استندوا في حكمهم؟ وهل فعلاً يمكن افتعال الزلازل؟ نظراً للسرية الكبيرة التي تحيط بمشروع هارب منذ إطلاقه، فقد كان محل جدل وشائعات، لذا دعونا بداية نتعرف على برنامج هارب. ما هو وما نظامه؟ هو برنامج الشفق القطبي النشط عالي التردد، تم بناؤه بتمويل مشترك من قبل القوات الجوية والبحرية الأمريكية وجامعة ألاسكا. بدأ العمل عليه عام 1993 في القطب الشمالي بالقرب من منطقة جاكونا بولاية ألاسكا، وتم الانتهاء من بنائه عام 2007. تكبد المشروع حوالي 250 مليون دولار من تكاليف البناء والتشغيل في 2008، وفي عام 2014 تم إغلاقه. لكن في عام 2015 وبعد نقاشات بين المقاولين تم نقل ملكيته إلى جامعة ألاسكا التي جعلت منه مكاناً يستخدم الطلاب مرافقه للبحوث العلمية. يهدف المشروع إلى تحليل الغلاف الأيوني والبحث في إمكانية تطوير تكنولوجيا المجال الأيوني لأغراض الاتصالات اللاسلكية والمراقبة، إذ يحتوي على 180 هوائياً موزعة على مساحة 14 هكتاراً تنبعث منها موجات لاسلكية عالية التردد تصل إلى الغلاف الجوي السفلي للأرض. تعمل منظومة هذه الهوائيات كوحدة واحدة وتصدر تريليون موجة راديوية عالية التردد، ما يتسبب في انعكاس الموجات في طبقة الأيونوسفير، ما قد ينتج عنه تغير في حركة السحب والأمطار في الغلاف الجوي. وعلى هذا ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن أمريكا يمكن أن تستخدم هارب كسلاح في الحرب، حيث يمكن أن يؤثر على سلوك الطقس والمجال الكهرومغناطيسي وبالتالي حدوث الزلازل والأعاصير، إذ أنه لا يوجد دليل يربط بين تغيرات المناخ وحدوث الزلازل، إذ أجمع العلماء على أن الزلازل لا يمكن تشكيلها ولا التنبؤ بها، وضحضوا كل الأفكار التي تتعلق بافتعالها. ليس ذلك وحسب، فلو كانت أمريكا لديها القدرة من خلال برنامج هارب للتحكم بالطقس والأعاصير والزلازل، لما كانت تتعرض سنوياً لكوارث بيئية ضخمة تكبدها مليارات الدولارات دون أن تستطيع إيقافها أو إنقاذ نفسها منها. ماذا عنكم؟ هل أنتم ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة وأن كل شيء مخطط له مسبقاً؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.